دخلك؟ قلت لك اني بحبك؟ لا هالمرة انا رح اقول له اني بحبه. هالقد بتحبه ومخرومة فيه كتير. عايشين باحلامهم. بدنا زياد، نسينا الزعل، نسينا الحزن. لازم زياد يعرف الحقيقة. بحس انه بدي روح وبدي اتشك عليه. وهو طبق فيه يتحمل اللي عم بيصير هون. بمصايبه. اذا ظهرت من هيدا الباب لا بيكون عندك اخت ولا ابن اخت. اوعى تجيبي هالسيرة على لساني كروز. اذا انت ما خبرته انا رح خبر. شو هالمصيبة اللي وقعت فيها ومش عم لاقي لحالي؟ برداني انا. في الخال وما بقى برجع. يوميا بعد الاخبار على الام تي في.